هلا يا سلامة، كيف حالك؟ بس ليش هي السوبر ماركت مو مستعدة؟ ها؟ وين قائمة التسوق؟ القائمة تساعدك في عدم الإسراف وشراء اللي تحتاجينه وبس، وممكن بعد تساعد تخفيف الوزن. هي؟ هي حسب دراسة أسترالية، النساء اللي ينتبهون لأوزانهم ويلتزمون بقائمة التسوق خسروا خلال 6 أشهر 12 كيلو، يعني أكثر بأربع كيلو من اللي ما التزموا بالقائمة. ولا تدشين كل الأقسام، تشوفي جاذبية الأقسام الخاصة بالسناكس والكوكيز والشيبس وغيرها. تدرين شو يصير؟ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اكتشفت إن 78% من المتسوقين يأكلون هذه الأكلات الغنية بالدهون والسكريات أثناء التسوق، مو لأنهم يعانين، إنما بسبب شكلها المغري وريحتها الحلوة. يعني بعيدي عن الشر وغنينا، ودائماً انتبهي للمعلومات الغذائية على البطاقة، مثل السعرات الحرارية، كمية الكربوهيدرات والبروتين والنشويات. وإذا كان العيال معاك، سوي لهم تحدي في قراءة المعلومات الغذائية. المشوار للسوبر ماركت ممكن يكون رحلة مسلية وصحية لكم ولعيالكم. عساكم دوم صحة وسعادة.